انا حاسس ان انا هي جايه لي صح، حاسس في مره هفتح لها في وشي. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. طبعا احنا خلصنا الترند بتاع ايه، لعبه الحبار، وطبعا قعدنا فاهم فاضيين بقى، مفيش اي حاجه نعملها، مفيش اي لعبه تتعمل خلاص. والله العظيم قاعد بقالي فتره افكر العب ايه، مفيش خالص. وانا بقلب كده اهو، في حد اقترح عليا ان العب ايفل نان، وانتوا كنتوا بتكتبوا لي زمان قوي انا كنت بلعب جراني، كنتش عارف اصلا ايه دي. دخلت صراحه لعبه موبايل وحلوه قوي، يعني شكلها حلو، وانتوا عارفين يعني فاهم اي لعبه رعب والله العظيم جامد فيها، ما بخافش وبخلص اللعبه على طول الرعب، وذكي جدا في البازلز والله. الحمد لله. وعرفت كمان ان اللعبه دي مشهوره جدا وليها كميه ناس بتتابعها بالهبل، كمنها لعبه فيها بازلز وكده، فانا عايز الحريفه بقى. لو انت حريف في اللعبه دي تعالى اقعد معايا يا باشا، فهمني عشان انا ايه على قدي والله العظيم، مش على قدي انا والله. قلت في الاول انا جيمر، بعد قلت لا. المهم النهارده يا جماعه هنلعب ايفل نان، او الجده المرعبه، او الجده الشريره، او تيتا ما اعرفش بيسموها ايه والله العظيم، وهنحاول نهرب منها كالعاده ومش هتخض طبعا، ايزي يعني. تعالوا بس نعمل الفقره المرعبه اللي هتيجي دلوقتي دي، اللي هي الانترو بقت مرعبه والله العظيم بالنسبه لي. يلا ايه الاخبار يا شباب، معاكم نحترم نفسنا ولا ايه؟ ماشي. قبل ما نبدا بس يا شباب، يا ريت تعمل لايك للفيديو دوت، وصل الفيديو دوت ل 30,000 لايك، عشان لو في اكتر من طريقه هروب في اللعبه دي ممكن اعمل لكم اجزاء ثانيه. فانت لو وصلنا الفيديو دوت 30,000 لايك هعرف انتوا عايزين جزء ثاني، هعرف من كده تمام؟ وبرضه اكتبوا لي في الكومنتات اكملها ولا لا. مش اكتر من كده، يلا بينا على الفيديو. هتقولوا لي بقى ايفل نان دي اللي شايفه نفسها. حيره كل يوم هنلعب ايه بقى؟ والله انا بودي والله لازم العب على اصعب حاجه، بس يعني هي ست كبيره فاهم، واضح ناس كبيره في السن فاهم، فبلاش نبقى تقول عليها يعني، حرام لسه اول لقاء ما بيننا. انا هلعب ايزي فاهم يعني ايه، عشان ما نبهدلهاش معانا مش اكتر فاهمين. على بركه الله بلي، انا خايف والله، انا مش خايف. في عربيه واخده حد وماشي، يا لهوي على صوت الباب اللي بيتقفل دوت، بيجيب لي مغص والله العظيم صوت الباب دوت. ايه ده، ايه العربيه اللي ايه ده، ايه ده، دي ملفوفه بجورنال دي ولا ايه؟ والله هي عامله كده ليه؟ تفاصيل يا جماعه، التفاصيل بتفرق. ماشي، هو في حد وصلني تقريبا، ده بابايا. ايه ده، بتاع ايتام صحيح. ايه ايفن نان باشا، خد تاكسي يلا اخرب بيتك. بص هيلاقي ورايا دلوقتي، اقسم بالله مخرج افلام رعب او العاب رعب. داي 1 اليوم الاول، ذا ايفل نان، اي هاف تو بي جود ويز ذا ايفل نان. ايه ده، في كاب هنا، هات اوف سكتش از اولد بوك، ذا نان ثينكس اونلي اباوت ذا ديفل. الحمد لله بتفكر بس في الشيطان. دي قنبله ولا ايه؟ الو، ايه ده، حاطط لي قنبله؟ ايه ده، حاطط لي قنبله ولا انا مش فاهم فيه والله. هو انا ممكن اخد كل حاجه؟ ايه كده بتيجي صح؟ ايه كده جايه صح؟ لو بتفكر زي جاي، جاي. انا موت، موتنا الكولاج من الورث. هو خدت لي ايه يا جماعه؟ في ايه؟ ايه، نسترجل شويه بقى، نسترجل شويه. انا مش فاهم مالكم في ايه والله. والله العظيم كنت بعرف، بس على الاقل كان في جريكا بيقول لي لو انت عملت صوت كانت بتجري وراك، ما قاليش هنا حاجه. ده تاني يوم بفضل اكتب. ماشي، خدنا كل حاجاتنا. كده جايه، هي كده جايه صح؟ جايه؟ لا مش جايه، مش جايه يا عبيط. السلام عليكم. في هنا باب بباسورد، المفروض نحفظ الباسورد او نعرف الباسورد. في جماجم جوه. ما تقوليش بتوطي، ما تقوليش يا لهوي، بتوطي. باب يفتح لجوه ازاي ده؟ والله العظيم في دم، انا همشي ورا الدم. يا نهار اسوح، انا هرب. ايش انا جيت لها المكان الصح صح؟ يا اسطى عايزين اخش هنا. انزل، ما تقولش انها بتنزل. ها، ما تقولش انها بتنزل. تنزلش؟ لا ما بتنزلش. خالت منط عليا والله العظيم، هبله شايفاها طنط، اقسم بالله افتكرتها بتنزل. تقول لي دوس على الزرار تو اكسس يو نيد ذا ميد تشالنج شابتر. ايه ده، لازم اشتري حاجه في اللعبه وانا اتزنقت؟ في حاجه هنا المفروض اعملها تقريبا، مش عارف. ايوه، ايه ده، كوين. يا عم مش عايز كوينات يا عم، انا افتكرت هيديني حاجه في اللعبه. اضربها بيها ليه؟ يا لهوي، ما ينفعش اولعه. جيري يا جيري يا جيري يا، السلام عليكم. ايه ده في وشي مثلا، انا مش عارف ايه العصايه دي عامل بيها ايه الصراحه. ايه ده، ده المكان اللي انا جاي منه اصلا. ماشي، دي اوضه عيل من عيال. في كوين هنا، هو ايه الكوينات دي؟ انا حاسس ان انا هي جايه لي صح، حاسس في مره هفتح لها في وشي. طب لا تعليق يا جماعه، لا تعليق، لا تعليق، لا تعليق، لا تعليق. ايه بقى؟ بانه هيبقى مرار طافح. اكتب يا سيدي، لاست دقيقة، هو 3 ايام بس كانوا بيدونا 5 والله العظيم في جراني، دول كرم اكتر منكم. طب نفسك اقسم بالله يا جماعه نحاول نستكشف، هتبقى اعمل ايه طيب؟ اجي اري في باب هنا، في بصمه ايد زرقاء، بصمه ايد زرقاء. افتكروا يا جماعه، افتكروا محتاج كيز عشان افتح البتاع دوت. ده بيفتح. في هنا حاجه، ايه ده، فان ارت، ايه ده، اكسس يو نيد انذر. ايه ده،
ايوه بتاعت ده. ايوه في حاجه هنا صح؟ والله كانت في حاجه منوره هنا. لا مش حاجه دي اسم لمبه منوره. ماشي. هي كانت بتعمل تحت الديسكات. هي كانت بتعمل تحت والله العظيم يا بنت اللذيكه. يا عم مش عايز امي كوينات. ما اعتقدش هتشوفني يا عم. يا عم مش صح؟ انا كنت شايف لابسه نظاره نظر والله العظيم كعب كوبايه. ده المكان اللي انا جاي منه؟ لا ده مكان تاني. في الباب مقفول. يا ورايا ايه؟ ماشي باب انت. ها نزلت من تحت العقب الباب فعلا. حد فتح والله العظيم. الله السلام عليكم. طب هو ايه؟ ماشي ماشي انا هحاول ادور يا جماعه في بالنا احنا ما دورناش فيها. انا مش فاهم والله العظيم الفلوس اللي باخدها دي بيها ايه. شيلي بس كنت هنا بتاعنا وقعناها وجت جت حطت علينا حمام. ما دخلناش حمام قبل كده. نعمل ايه هنا؟ لاندري فان. في عربيه معينه هفتحها بيها. طب ودي بيشتغل دلوقتي ولا مستحتاجه بعدين؟ انا عارف ان اللاعب دي يكون بيفتح حاجه من دول. جاي 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 جاي. اعتقد البتاع دوت بيفتح حاجه. بيفتح مش عارف باب معين اعتقد. افتح ده. ده في دور فوق. مش تقول يا اخي بس عايزك تخلص الدور اللي تحت كله مره واحده عشان ننجز. بايظه محتاجه حاجه تشغلها طبعا. طب او في حاجه تبقى شغاله في اللعبه دي. ماشي حاجه هنا. ده المطبخ. والله لا اخش والله لا اخش والله لا اخش ولا وفي يا وليه يا رب تجي من الناحيه الثانيه. ما تبقاش ذكيه تجي من هنا. الحمد لله يا ذكيه. عبيطه 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 عبيطه. انا اللي عبيط صح؟ انا لبست. طب المفتاح دوت ده ايه؟ ده بيعمل ايه والله؟ هو مش ايه ده ايه بس ده كارت. خش خش تعالى من هنا. ايوه لف لف هنا بقى بس كده. ايزي ايزي كويسه والله. انا استحت. حاول نلحق بسرعه نشوف المكان اللي كانت فزعتني فيه. فاهمين انتوا؟ في كتاب هنا المفروض يتحط هنا. ايه ده؟ انا ده معايا طفايه حريقه يا جدعان والله. عامل ايه دي؟ مش عارف. انا ماشي. انا يا جماعه خلاص احنا اول جوله دي يا جماعه نستكشف فيها الدنيا كلها. ده عامل بيبي هنا خلاص. نضاف نضاف نضاف. مدرسه نظيفه والله. انا بهرب ليه وانا مدرسه نظيفه؟ ايه محتاجين حاجه نشد بيها البتاعه دي اكيد. وش يا جماعه انا رجعت ومعايا اللي بصوا بقى ايه لا يحميني منها. هي فين بقى الوليه؟ وليه الوقت بتاعي هنا؟ انت ست؟ لو ست بجد اطلعي لي. انا اللي بهنطها دلوقتي يا جماعه. انا اللي بجري وراها. وده ست. انت ههرب ههرب والله والله. لو ههرب ههرب. هو مش مينفع مكنت. موتنا. هنعيد بكرامتنا يا جماعه. هنعيد بكرامتنا. سو كيوت. ايه ده؟ مش عايز اعمل بس ماسك. انا مش شايف حاجه. طيب رمتني فين والله؟ لبستني ماسك ورمتني في حته بس. دي دي دي, دي موته حلوه حنينه قوي والله. طب نجيبها جوست ولا ايه؟ نجيبها اقل من كده مش خلاص يا جماعه. عرفنا الحل عرفنا الحل عرفنا الحل. اي ام مروان ريحان اند اي ام. اوه كتب اسمي. الو ما كانش قصدي والله اكتب اسمي. اسوح ومهب. المطبخ كان فين؟ اطلع فوق المطبخ. اطلع فوق المطبخ. دايننج روم. لا انا عايز المطبخ يا باشا. هو ده. دخلني في الكيشن بقى. انتوا مخبيين حاجه هنا ما غشيتهاش خالص. ايه ده؟ كروبار. الكروبار دوت كنا المفروض فاكرين دي حاجه هنا سمول كيبل. اوه مش بغض النظر على اللي عملته دوت شغلتها. عملت حاجه صح. عملت حاجه صح. مش هضرب دوت. انا ماشي مش فاكر بقى كان في انتوا حاجه. كان في حاجه كنا بنخلع منها المسامير فاكرينها ولا لا؟ انا ليه بقول لكم انتوا وعليكم بتسالكوا بتردوا عليا يعني. ماشي يا جماعه ماشي. العزله وحش. خليها معايا برضو ممكن ايه نضربها في وش اهلها. هي جايه على فكره. ماشي لفي معايا بقى. لف بينا يا دنيا. دوخينا يا دنيا. اتحركي بسرعه كده ليه؟ واحد شمال بسرعه والله العظيم. ايه ده؟ هو انا مش جايبها على ايدي؟ هو بيتخمل. فوت ايه بقى هنا بقى ايه؟ ايه اللي اتفتح بقى عشان اقول لي يعني؟ قول لي ايه اللي اتفتح؟ ده ما اتفتح؟ فتح. اوه اوه اوه. محتاجين ايه؟ محتاجين مفتاح طبعا. هو ايه الصوت اللي طلعته ده؟ انا عطست من جوايا. طيب اليوم الثاني مش عملنا حاجه. شغلنا الكهرباء دي حاجه عملناها كويسه يا عم. انا عارف مره. انا عارف اسم. ام جوينج تو بي جود. انا عارف ابقى كويس ابقى متشيع. ماشي انا دخلت هنا. دخلت السكرتاريه. شايف انا مش شايف حضرتك البيت ده. انا مش شايفه. لا هو قال لي اجي هنا. الحاجه دي مش شغاله. في كتاب هنا مثلا ملعوب فيه مش عارف. هو قال لي اجي هنا والله العظيم. انا شفت يا جماعه مش شفتش حاجه قوي الصراحه اكدب عليكم. بس هو قال لي خش ممكن تيجي هنا. انا ايه بقى؟ ايه ده؟ ده في هنا بتاع والله العظيم اخد حتى حب. ماشي والله العظيم اخدت حب حلو عشان ادور. ماشي معايا مفتاح اصفر. مفتاح مفتاح بيفتح ايه؟ مفتاح اصفر. مفتحش دوت. هي جايه؟ لا مش جايه. مفتاح اصفر يبقى اكيد باب اصفر. اي حاجه يا جماعه. ده الباب ده بيفتح ده؟ بلوكد. مفتحش برضه. اهي هنا. ماشي 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 ماشي. لا براحتك براحتك براحتك. انا مش مستعجل انا مش مستعجل. مستعجل. انا مستعجل انا مستعجل انا مستعجل. ماشي. عادي يا جماعه عادي. هي ما بتجريش ما بتجريش. هي مطيعه مطيعه مطيعه. ماشي مفتاح اصفر. يفتح حاجه. ده في باب اتفتحت هنا اهي. ايه ده؟ في بيبان كتير اتفتحت. مش تقول لي يا عم. هو استنوا 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 نروح نجيبها ولا نجيب المفتاح دوت؟ عايز استخدم المفتاح دوت في حاجه الصراحه قبل ما نضيعه. ممنوع الخروج يا عم. انا عارف يا عم. اتمرجح طيب. ما تقوليش ان انا هجرب كل باب. لو نزلت هنا هتخرم من كل حته. يا ورايا على فكره.
ايه ده ما اشق ما طير بيها والله. دي ورايا هتقعي. اه يا بنت اللذينه يخرب بيتك. هي حضرتك المقاشه دي بتطير بيها؟ معلش بحب والله بحب هاري بوتر قوي. المقاشه هيتعمل بيها ايه؟ طب استنوا استنوا اهو اللي احنا عارفين احسن مش عارفينه. سيب ده هنا اهو نروح كده نفتح الباب اللي هناك. النهون حمام بقى؟ لا مش ده هو الحمام ده. ايوه ايزي يابا ماشي. بيدخلني هنا ايه بقى؟ ما تقولش ده اختصار، انا عايز مكان يخرجني من هنا خطول. ايه خطول ده؟ لكن هو بس ده ماشي ده المجاري. وباب بيتفتح ما ينفعش افتحه. باب بيتفتح ما ينفعش افتحه والله حلو. ده احنا خدنا المجاري. في مكان هنا لون اخضر وهنا مكان ماشي ما. ماشي هنقول ايه ماشي ماشي. انا هادي انا هادي مش منفعل انا هادي مش منفعل تمام عادي يعني. في لما موتني يعني بتغبيه يعني في يا جدعان مش اول مره نعملها يعني. انا المفروض كنت انزل بيه تحت فعلا. انا هرجع اجيب المفتاح تاني يا جماعه. لا لازم ارجع اجيبه. هو ايه ده اهو عايزين نروح حته تاني. الراجل اللي بغش منه قال لي اروح هنا. مش بغش لا مش بغش بغش انا دماغي اللي بغش منه. يقول لي فود انزل تحت هنا اهو. اوكي انا اوكي عادي عادي. يا رب ما اموتش يا رب ما اموتش يا رب ما اموتش يا رب يا رب يا رب ما اموتش. اهدى بقى المفروض اروح فين؟ اروح هنا. انا لو رحت هنا هموت صح يا باشا؟ ماشي 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 ماشي. هنخش الشمال هنا اهو. رحت هنا وانا صح هنا وانا حاسس ان انا هربت. لا هو قال لي هنا ولا لا؟ لا ما قاليش. ماشي مفاتيح بانش اوف كيز. هو لا انا نفسي ما اشوفش خالص. بنت اصفر ده ماشي. انا هفتح على نفسي عشان ايه نقعد نفكر بقى نقعد نفكر بقى براحتنا بقى. ماشي المفاتيح الصفراء ايه المفاتيح قصدي المفاتيح اللي بتفتح لنا كل حاجه في حياتنا هي دي. خدنا المفاتيح دخلنا العماره كده. على فكره والله العظيم انا عملت شوت كبير قوي في اللعبه صح؟ انا بهري حاسس ان بهري صح؟ If you cut this wire the bell will stop working. اوكي you can go to the garage using these stairs. اوه انا فتحت طب حلو والله العظيم. افتح لنا بقى كل حاجه بقى. لا لا افتح بقى افتح لحد ما تقدر بقى. افتح كله افتح كله افتح كله افتح يابا افتح يابا. ده فتح برضه مروان ريحان دي ما... اوه ده الباب مكتوب عليه اسمي. اعمل ايه من اللي انا حابه برضه هتلبسيني ماسك حضرتك. مفيش قتله كريتيف اكتر من كده. يوتي فران صح؟ يخرب بيت حلاوه بقك. تسلم يا باشا تسلم يا باشا تسلم يا سيدي معلمين تسلم. طب والله العظيم فهمتها والله العظيم فهمتها. ممكن اخلصها بقى. وان مور وان مور. اخر مره اخر مره اخر مره. هنحاول نعمل اللي احنا عملناه بسرعه. فوق هنجيب البتاع من البتاع ونشغل الكهرباء في البتاع كده خلاص. هنطلع هنا اهو. البتاع البتاع كان هنا ايه ده ايه اللفه الغريبه دي ماشي. ايوه هو الحمد لله الحاجات ما بتتغيرش الحاجات ما بتتغيرش الحاجات ما بتتغيرش. انا مش عارف ليه عايز ماشي لسه موجوده والله كل حاجه موجوده. ماشي ماشي انا عايز انا عايز عايز اطير بالبتاع ينفع. انا لما شفت التيبس تحت دي كان بيقول لي اعمل حاجه هنا اهو. كان بيقول لي اعمل حاجه هنا تنفع. Perhaps if it falls from a higher height. لو وقعت من مكان عالي. ايه دي بقى؟ ايه دي؟ ازك دي؟ اه دي صح؟ كروكس ماشي. هتفهم منين دي طيب؟ هتفهم منين؟ هتفهم منين بتاع ما هطلع فوق ماشي هطلع فوق. في حاجه هنا. فلوس برضه الله يحرقك. قول لي لو وقعت من مكان عالي. يا جماعه. ماشي اوكي. اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. هنحاول يا جماعه نلاقي السلم بيطلعنا فوق. بيطلعنا السلم فوق من الكيتشن. انا اطلع من الكيتشن صحيح. راح تفهم ازاي من الكيتشن اللي فوق. ارميها من حته عاليه. وانا ينفع اطلع فوق هنا؟ اعتقد مفيش اهو ده اهو ده مكان عالي اهو ده مكان عالي. مفتاح الاصفر ايه ده؟ ده بيغلق مكانه. ذا كوكيز بوكس هاز اوبند. اتفتح 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 اتفتح. بقول لك ايه البتاع اللي وقعت عندي ماشي. لو انت تطلع ولا تعمل ايه فين؟ ما ينفعش انط انا؟ تلف وترجعي، وحياة ابوك بيقول لك ما تبقى جدعه. ما تبقى جدعه، ما تلفش تلف، عمرك ما تبقى جدعه طبعا، عمري ما هتبقى جدعه مع. نط انا واخلص؟ ماشي هي دخلت يمين، دخلت يمين. خش احنا شمال. يا جماعه سماعه فولاذيه اللي معايا دي والله العظيم ما شاء الله عليا. من دور! هو ده من دور ده من دور؟ هو ده؟ وانا هربت؟ انا هربت! أبا انا هربت مره في حياتي في لعبه مرعب. القنبله اتفرقع من غيري ولا ايه؟ اتشيفمنت ده في واحد فتح لي سيكريت. دي لعبه بتكمل
الله دي احسن من جريني بكتير. كونجراتوليشن. طب ايه اللي هرجعني ليها بقى من اصلا انا مشيت؟ الحمد لله يا جماعه بتاعت التبس اللي تحت دي كانت حلوه الصراحه. بتاعت التبس اللي تحت دي الصراحه فادتني معلش انا جربت يعني ايه، انا عارف ان في اكتر من طرق هروب اكتر من واحده يعني، فممكن نجربها بعدين، بس انا ايه دي نفعتني الصراحه كمني واحد عبيط من اول ما يخش اللعب زي دي. بس كفايه واسك يا شباب، ده كان مين اقدر اربي كده معاكم. الحمد لله تبان اول لعبه رعب بحاجات الافكار زي جريني والكلام دوت اهرب منها من اول فيديو. الحمد لله. وانا عارف ان في طرق هروب كتيره جدا، وتقريبا الطريقه اللي عملتها دي كانت يعني اسهل واحده فيهم. فانت لو عايزين نكملها زي ما قلت لكم نص فيديو دوت ل 30,000 لايك، وغير كده تشترك في المشترك وتشغل الجرس، وغير كده انت تحت في الكومنتات اكتب لي ايه الطرق التانيه ممكن اهرب بيها، علشان ممكن اجرب طريقه تانيه مثلا من كومنت معين فيك. غير كده خالص بقى خالص يا ريت تابعني على كل السوشيال ميديا انستغرام تويتر هم وهتلاقيني تحت في الديسكربشن برده. وبس كده اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. واه جود باي، مش عارف اعمل ايديشن بس دي بقى. جود باي.